أخلاقهم ذهبوا. بهذا البيت الرائع أبدأ الدفاع عن موكلي، رغم أن موكلي يا سادة ليس بحاجة لدفاع، بل أنني رفضت تقاضي أي أتعاب في هذه القضية ليقيني بأن أي مليم سوف يدخل جيبي سيكون حراما. وسأوضح لحضراتكم أن كل أوراق القضية غير منطقية، وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة أدلة وهي مجرد كلام مرسل أونطة، يعني سواء تهمة القتل العمد أو التهمة الأخرى الخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة والتي انساقت فيها النيابة وراء محضر فاسد الإجراءات ومخالف لكل القوانين والأعراف، مما يهدمها جميعاً ويجعلها غير ذات موضوع. يا أستاذ ادخل في الموضوع لو سمحت. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، إحنا فعلاً جوه الموضوع، وأنا أوجه كلامي لعدالتكم، لعدالة منصتكم، للرأي العام، للشارع، لمصر كلها. يا أستاذ إحنا هنا في محكمة مش على الهواء. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، إحنا فعلاً جوه المحكمة. خميس أبو سنة الشهير بأفندينا سليل عائلة كريمة عاشت تجاهد في خدمة هذا الوطن، أصحاب مصنع كبير المعسل، فاتحين أبواب رزق لناس كتير، العمال رجال ونساء، شيوخ وأطفال. عشان كده أنا اعتبرت إن كل مليم حاخده من القضية دي حرام. خميس أبو سنة نموذج للشاب المناضل الذي كافح منذ الصغر ليصبح رمزاً قدوة، وهو تربية إيد سيدة كريمة، هي الست ضوية، هذه السيدة القاعدة اللي ربته أحسن تربية، باختصار جعلت منه راجل نفتخر بيه كلنا. ايه اللي انت بتهببه ده؟ انا معلمة؟ ايوه تعال. مال ايدك خرعة كده؟ ايه؟ اتفضل يا معلمة. افردها كده، ها؟ تخبط عليها كده وتكبسها، ها؟ تسلك معاك. ومزانة فندينا يرضى عنك. ماشي يا حاج. مية مية يا معلمة. لما يا رجالة الوقت أزف. متقلقش يا معلم، ده هو خبطت مع أولاد النوح؟ وهيبقوا جاهزين في المعاد. 100 فار بيلعبوا في عبي لما بسمع سيرتهم. السوق ياما بيلم يا حاجة، واللي فلوسه حاضرة هو اللي بيشيل. دول ناس سكتهم عوجة ونيتهم وحشة. ملناش فيه، إحنا شغلنا نضيف منه. ومزنع الشعراية، واللي هيفكر انه يقل معانا خلي عينك في وسط راسك، افرش نضرجية ياما عشان تأمن نفسك. حصل يا ست الكل، مش ناقص بس غير دعواتك. بتبارك يا حاجة، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. يلا يا رجالة. يلا ابو جمع. ابو سنة هات يا جمايل يا رب. خد بالك منك. نتبارك يا حاجة.
قضية أقل ما يقال عنها إنها مهلهلة وبلا أسس، لا أدلة، لا قرائن، لا شهود، مجرد فخ تم نصبه لموكلي من ناس انعدمت ضمائرهم، ناس انتزعت من قلوبهم الرحمة وامتلأت حقد وكراهية. هم دول أعداء النجاح، بل أعداء الوطن. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط، احنا كل شغلنا مظبوط. هطل طلع البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلقف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. خير خير. أصلي. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس! بتفلوس البضاعة راحت! عملتها يا ابن النوح! يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! غريب! ارمي سلاحك يا خميس! غريب! سلاح!
ثم إن أهل المجنى عليه ما اتهموش خميس أبو سنة بأكل ابنهم، بل على العكس كل أقوالهم لصالح موكلي، سيما وإن الشهود وتحريات المباحث أفادت إن موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. أما بالنسبة للتهمة الأخرى والخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، فالمعمل الجنائي قد أفاد بسلبية جميع العينات المضبوطة، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس، وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. كما بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. روح يا خالد، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا قرايب. روح يا ماما. على السلامه روح. يا حبيبي ريحيني. روح يا ماما. مع السلامه يا رب. مع السلامه. مع السلامه. الله، ده الرجاله كلها هنا بربطه المعلم. رجاله المعلم دهان البران يا معلمي. كل عمره صاحب واجب، ما تفوتوش فوته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. لن طول عمرك وادي اصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم ابو سنه، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الاحبه. يا مرحب، اتفضلوا. اتفضل. يا مرحب المعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. يا مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايب حليب منه فيه واحلى حجر معسل. انا مزاج ده يا كوارع. مزاج الخير يا معلم، دي الحته كلها بتضربه. بل شربات يا كوارع واسقي الحته كلها. انا يا سيدي المعلمين. تعيش يا شلوف، نجملك في الافراح ان شاء الله. الحته كلها لازم تفرح يا معلم، احنا هيجي لنا عز من افندينا، سقع شربات يا كوارع. كلفت نفسك يا معلم دهان، ما كانش له لازمه التعب ده كله. بتقول ايه يا معلم ابو سنه؟ الود ود الكل يجي ويبارك ويهني افندينا. ليه في كل بيت عربون محبه وفدان جمال. الدنيا من غيره خراب يا معلم ابو سنه. ايوه على قولك يا معلم، كانت ايام عجاف، لا تبل ريق ولا تريح بدن، الله لا يعود ايام. النار ما تحرقش مؤمن يا معلم ابو سنه، وهو العدل بان وقال كلمته، وافندينا خارج للكل. الحمد لله. كله تمام يا معلمي، والرجاله مستعده. اه واللي هناك جاهزين وفي عرض اشاره منك يا معلم. تعال. عايزه اول ما يطل
يلاقي الفرحه والبهجه مزوقه المنطقه كلها. عايزه يلاقي الفرحه بترقص قدام كل بيت. عايزه يشوف النور بيلعلط على مدد الشوف. النور اللي اتحرم منه في سنين الظلم اللي عاشها بعيد عننا. هاتها جمايل يا رب. من الهباب اللي بيضربوه بره دوت يطير لك نافوخك؟ ما انت شايفه عاملين ازاي؟ فرحانين ياما، ده خميس اغلى رجاله الحته. لا خميس ولا جمعه يا حبيبتي، مالناش فيه، خلينا كده في حالنا ومتدارين كان بالحيطه. اهو ده اللي باخده منك، على طول كده متلبشه ودمك هربان. على ايه كل ده؟ على ايه كل ده يا نن عن امك؟ يا بنتي يا حبيبتي، احنا ولايه، والراجل اللي احنا مسنودين عليه مش حمل صوت طلقه من اللي بيتضربوا بره. اللي زي حالاتنا لازم يقفل بقه على لقمته ويكن في حته يتدرى فيها. انا اتاخرت على المعهد، يا دوبك اتص وشي. فوتنا. نعم ياما، لسه في موشح منسي؟ الموشح ده يا حبيبه قلبي عشان تحطي عقلك في راسك، لا هو عايزها ولا تخاريف. هو انا بس عملت ايه لكل ده؟ جرايه يا بنت، انت فاكراني نايمه على وداني ولا مغميه عينيا؟ وحتى لو ده حصل هتروحي فين يا حسره؟ ده كلهم كم متر عمي نافدين على بعض، واللي متغطي بحيطان عريان. عايزه تقولي ايه بس ياما؟ صوره المحروس اللي انت مخبياها في دولابك عشان ما حدش يشوفها، ولا لكم هدمه جابهم لك زمان وصغروا عليكي وكل شويه تطلعيهم تشم فيهم زي الافلام؟ كل ده ملوش عوزه، دي حاجه تودي المورستان. انا مش فاهم، هو سحرك ولا قاري عليك يا بنتي؟ ده ما خش الهباب اللي هو فيه ما كانتش ضفايرك اتحلت ولا كان عودك اتصاب. حصل ده كله امتى وازاي وليه؟ مكتوب ياما، وده بقى اللي ملناش يد فيه. يا رب يا رب استرها علينا ولا تفضحناش لك لحبيبك النبي. انت يا بيه، انت يا بيه اللي نايم ولا في دماغك كل اللي بيحصل لي؟ يا باشا يا بتاع الحق والعدل، قوم اصحى بقى قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما هو انا العفريت اللي جايبه لك الست الهانم البلسم اللي قاعده بره دي بس علشان تشلني وتنقطني وتخليني اشد في شعري ليل نهار لحد ما هنحب. صباحنا وصباح الملك لله. يلا اديني بقى بالطريحه بتاعتك انت كمان، ما انا اصلي ناقصاك. جرايه يا بشاير، بريحه البصل اللي مالكها الصبح دي جراني خلاص، ما بقيتش قادر استحمل. هو انت ايه يا اخي، متجوزني تخليص حق ولا حد مصلتك انت وامك لحد ما تجيبوا عجلي؟ يا رب. بتقول ايه؟ بقول يا رب صبرني. الصبر ذات نفسه لو عاشر الست الوالده اللي قاعده بره دي مش هيستحمل. انا حاليها منها ولا من ابن؟ يا بشاير كفايه بقى، مش كل يوم بنصحى لما والده. انا خلاص اتخنقت وطيقت وما عدتش طايق، خلاص اتخنقت يا بشاير اتخنقت. طب انا عندي لك حل كويس قوي هيريحنا احنا الاثنين. انا همضي لك ورق على بياض واتنازل لك عن كل حقوق، بس اعتقوني بقى لوجه الله يا اخ. خلاص امضي الورقه وحطيها في الدولاب، اكيد هنحتاج لها. تاني؟ لا بره تاني، الحكومه بره عندي. يا نهار اسود، وانا عندي كمان شغل مهم. شغل مهم ايه؟ بقول لك الحكومه هنا هيسمعوا البنسون وياخدوا البنات. كله اسقط مكانه. يا لهوي، بقول لك هيسمعوا البنات وياخدوا البنسون. حالات الجري يا مصر جدعانه، جدعانه الحاله دي بتبقى جدعانه كلها. هتضيعني يا بطل، تعالى هنا.
قدامي. ما انا همشي قدامك، انا همشي وراك، ما انا اكيد قدامك. الو الو، محدش بيرد ليه؟ الو يا اختي اوعي. الو. ايه شو؟ ايه يا سيد الناس؟ مين اللي رفع السماعه؟ لا دي البت كرامه. وهي ترد ليه؟ انا عارفه حلاوه تروح بقى. انت موبايلك فين؟ موبايلي؟ ماله يا اخوي؟ ده انا حطاه في صدري. فاصل شحن. احطه في صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. وحشتيني. يا راجل بطل، ده انت لسه ناجي. لحقت وحشك؟ انت ايه؟ ما بتفوتش فرصة؟ طب قولي وصلتوا فين؟ وانا في القسم بيقولوا هيخرجوه من هنا، خليني مستني المحامي. معرفش تاخر ليه. سيبك انت بس من المحامي وخليك معايا انا هنا. وحشتك زي انت ما وحشتيني. طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني اكتر. يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامه، مستنياك على نار يا روحي. استنى. ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سلم علي، سلم علي لما جبني وسلم علي. لما انت البعيدة لا مؤاخذة يعني في اللي هقوله، عارفة انك خرصة يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقة ربنا؟ بتاخدي ديلك في سنانك ليه اول ما المدعوق ده يرن وتقفشيلي في السماعة؟ ها؟ عايزة تطمني على اسم النبي حرصه؟ عذراكي صراحة سنين ياما قاعدة مستنية، وده خطر، خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمة والنعمة ما فاهمة. هبعتلك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربية انت يا وليه، يا شربية. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفة ايديا مشغولة ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز اتفضلي شوفي الهبابة دي. قصدك ست الكرامة عايزة ايه وبقوليلي؟ انت هتجننين يا بنتي، ما انت فهماها. هو جديد عليكي؟ ماليش مزاج افهم النهاردة، بطلت افهم النهاردة. ترجميلي. امر لله. خير يا كرامة يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ عايزة تعرف هما جايين امتى؟ راحوا يجيبوه من الاسم. اتهدي اهبطي وسلم على. اوعي من وشي. لما جبلني سلم على. ربنا يهدك يا مفكوكة. لما جبلني سلم على. يا اختي والنبي قمر، والنبي انت احلى مني. كبرنا هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا حلوين. الله حلوين. حلوين. اي حاجه احتاجها تجيلي من عينيا الجوز. بقولك ايه يا كبرنا،
الفلوس دي كانت متشاله لك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجه. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسال في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك رجاله زي ما انت زي ما انت زي ما انت. الفلوس دي يا شويش محمد للرجاله هنا، لكل الرجاله، واي حاجه يحتاجوها اي حاجه رقبتي سداده اصل يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين حلوين حلوين. خد يا مغاوي. العفو يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. هلا اقول لي يا مغاوري هو امورنا يا باشا. ايه حكايه الحبايه اللي انا لقيتها في جيبك امبارح؟ حبيت يا باشا. بجد انا مش عاوز اعزيك، انا عاوز اعزيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وفرجت عليك اللي يسوى اللي يسوى، لكن انا عديتها بنزاهه. صح يا باشا، انا هحاول سعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. مش من هم خالة يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش اخت. شيلي كرامة من نفوخك ولمي لتك جوه حنكك وضفري لسانك بعقدة وشنيطك. انتي مرات اخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحدة بس، انا ضاوية ابو سنة. خش يا كرامة، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري هتغرقي البيت. افتحي الباب.